الله معكم يا أحباء. تأملنا اليوم من سفر الرؤيا إصحاح الخامس الآية 4، بتقول الآية: فبكيت كثيرا لأني لم أجد أحدا مستحقا لأن يفتح السفر ويفض أختامه ويقرأه. بتحكي قصتنا اليوم عن شهادة حية للرسول يوحنا، بتقول لما حدثت معه الرؤيا بيشوف مشهد خارق وجميل، ولكن بكى بكاء مرا. بيشوف سفر، بيشوف انه ما حدا بيقدر يفتح هيدا السفر، وما حدا مستحق انه يفض اختامه. وبنفس الوقت بيشوف رجل جليل بيأشر على الرب يسوع، بيقول له: هو ذا الأسد من سبط يهوذا، هو الوحيد القادر أن يفتح السفر ويفض أختامه ويقرأه. نعم يا أحباء، الوحيد هو الرب يسوع يلي بيترك 99 خروف ضال ويتبع الأصحاء ويتبع الخروف الضال. نعم يا أحباء، الرب يسوع هو منهجنا وهو البوصلة الحقيقية لحتى نعيش بإيمان وإلى نفحة روحية جديدة. والله معكم. يا يسوع الفادي، رح ضل دق الباب ورح ضل اصرخ ونادي، لأن صوتي عندك وحدك مسموع، وقلبي حدك ما بقى موجوع، وأبدا ما بكون وحدي لما دنيتي كلها تكون أنت يا يسوع. يا يسوع، 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 يا أطيب قرباني لعندك هرباني، لا تتركني وحدي حدك بدي كون. يا أطيب قرباني لعندك هرباني، لا تتركني وحدي حدك بدي كون. يا يسوع، 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 يا صليبك يا ربي حملت الخطا عني، وبدمك الغالي محيت كل الذنوب. صليبك يا ربي حملت الخطا عني، وبدمك الغالي محيت كل الذنوب. يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، يا برفع لك ايدي بصلي لك يومي، والشمع مضواي وما بنسى البخور. برفع لك ايدي بصلي لك يومي، والشمع مضواي وما بنسى البخور. يا يسوع، 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 يا يسوع الفادي، قلبي عم ينادي
دخلك أحمي بلادي فيض عليها النور يا يسوع الفادي قلبي عم ينادي دخلك أحمي بلادي فيض عليها النور يا يسوع 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 إنك الحنوني إن للمسكوني يا عذر المعوني خلي الدرب طلوع إنك الحنوني إما للمسكوني يا عذر المعوني خلي الدرب طلوع مع يسوع يا 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 يسوع إنك الحنوني إن للمسكوني يا عذر المعوني خلي الدرب طلوع إنك الحنوني إما للمسكوني يا عذر المعوني خلي الدرب طلوع مع يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع